السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في التمرين في دالة اللوغاريتم النيبيري. في هذا التمرين إن شاء الله غنشوفو كيفية حل نظمة تحتوي على اللوغاريتم النيبيري. إذا النظمة عندنا الالين دي إكس ناقص الالين دي إكريك تساوي جوج، والالين دي إكس زائد الالين دي إكريك تساوي أربعة. إذا أول خطوة هي تحديد مجموعة تعريف النظمة، يعني خصني نحدد فين معرفة إكس وفين معرفة إكريك لأن عندنا متغيرين. إذن النظمة معرفة إذا كان إذا كان ماذا؟ إذا كان إحنا عندنا إكس، عندنا الالند إكس، إذن إكس ستكون موجبة قطعا. دائما ما بداخل الالين سيكون موجب قطعا إذا كان إكس أكبر قطعا من الصفر وإكريك أكبر قطعا من الصفر لأن عندنا الين إكريك. شنو كيعني هذا؟ كيعني بأن الزوج إكس إكريك كينتمي، إذن إكس عندنا إكس أكبر قطعا من الصفر يعني كتنتمي المجال أو الار بلس إطوال يعني 0 بلس انفيني، و Y كذلك ينتمي الار بلس إطوال. إذن X دائما المجموعة الأولى كتمثل X والمجموعة الثانية كتمثل Y. إذن دابا نحاولوا نحلوا النظمة. طبيعة الحال هنا كاين عدة طرق يمكن لي نستعملها. من بين الطرق يمكن لي نستعمل طريقة التأليف الخطية، يعني أولا طريقة التأليف الخطية أو طريقة التعويض. دونك كاين طرق متعددة. إذا نستعملوا طريقة التأليف الخطية. إذا هاد النظمة عندنا تكافئ ماذا؟ إذا غادي نجمع طرفي المعادلة الأولى مع طرفي المعادلة الثانية، وغيكون الهدف طبيعة الحال هو أن واحد المجهول خصو يطير ويبقى لنا مجهول واحد، يعني غادي نحاول نتخلص من أحد المجاهيل. إذا في المعادلة الأولى شنو غادي ندير؟ غادي ندير الالين ديال إكس زائد الالين أو ناقص الالين ديال إكريك. إذا الطرف ديال المعادلة الأولى، هذه المعادلة الأولى وهذه الثانية، زائد الطرف الثاني ديال المعادلة الثانية كيساوي جوج زائد أربعة. وفي المعادلة الثانية كنخليها كما هي. إذا يمكن لي نستعمل المعادلة الثانية أو الأولى بحال بحال. إذا الالين ديال إكس زائد الالين ديال إكريك تساوي أربعة. إذا نبسطو المعادلة. دونك عندنا هنا الين إكس الين ناقص الين إكريك زائد الين إكريك مشات، بقات لنا الين إكس زائد الين إكس هي جوج الين إكس تساوي اثنان زائد أربعة هي ستة. الين إكس زائد الين إكريك تساوي أربعة. إذا هاد النظمة تكافئ. إذا هنا كنحسبو الين إكس، إذا كنقسم على جوج طرفي المعادلة، إذا كتجينا ستة على جوج تساوي تلاتة. إذا الين إكس تساوي تلاتة. إذا غنخلط على هاد المعادلة وغادي نعوض الين إكس بالقيمة ديالها بتلاتة. إذا غتولي تلاتة زائد الالين ديال إكريك تساوي ماذا؟ تساوي أربعة. إذا الالين ديال إكس كتساوي تلاتة والالين ديال إكريك، إذا كندي تلاتة للطرف الثاني كترجع ناقص تلاتة، يعني أربعة ناقص تلاتة تساوي واحد. إذا لقينا الين إكس تساوي تلاتة والين إكريك تساوي واحد. بطبيعة الحال حنا كنقلبو على الزوج إكس إكريك. إذا الين إكس تساوي تلاتة تكافئ ماذا؟ تكافئ أن إكس تساوي ليكسبونونسيال ديال تلاتة، وكذلك الين إكريك تساوي واحد تكافئ أن إكريك تساوي ليكسبونونسيال ديال واحد اللي هي ليكسبونونسيال. إذا لقينا إكس كتساوي لنا أو أس تلاتة، ولقينا إكريك كتساوي لنا أو أس واحد اللي هي أو. بطبيعة الحال خصني نشوف واش هاد إكس و إكريك واش كينتميو لآر بلوس إطوال. إذا عندنا أو أس تلاتة راه أكبر قطعة من الصفر، وكذلك أو أكبر قطعة من الصفر، وبالتالي الزوج. إذا حل ديال النظمة كيكون عبارة عن زوج، إذا هو أو أس تلاتة أو
إذن النظمة لها حل واحد هو الزوج والثلاثة أو.